شباب عاملين ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده تعبان طبعا، دخل في مكان مش عارف هنعرفه نجيبه ولا لأ. زي ما انتوا شايفين كده تحت سور تعبان، دي نوع زرود. تمام، ان شاء الله لو جبته اوريكم الفيديو، يعني لو جبته هنزل الفيديو ده على اليوتيوب. طبعا انا مش عارف اعدل الكاميرا عشان مفيش حد معايا، اللي معايا بعيد عني. ما شاء الله ما شاء الله، صعبان زرود يا شباب، صعبان زرود. ما شاء الله ما شاء الله، النوع ده غير سام والله. زي ما انتم شايفين كده طبعا التعبان دي بيكون متواجد في البيوت، ومتواجد في منه نوع بيعيش في الصحراء اسمه الأزرود الصحراوي.